اهلا بيكم كلكم مشرفنا ان كلكم موجودين وفر لهم أكل وفر لهم شرب وفر لهم مسح وفر لهم مكان عمل وده أهم حاجة
تفسيره أي كان اليوم وعطلتي مش هتبقى الوقت لا ده عدد واحد اثنين ثلاثة واربعة في بيت صحيح المشتغل عندي عدد دلوقتي أوريك كبير بيت في خمس سوى وتسكين خمس سوى بخمس عائلات راجل ومراته وأطفاله على حمام واحد من هالكتب فربنا سبحانه وتعالى حكم حكمتم بين الناس ان حكمتم بين الناس تقوم بالعدل فين العدل بقى اللي انت تقوم بيه لما خمس اشهر يعيشوا في حمام يشربوا ازاي الصبح يغسلوا وشهم ازاي لازم يكون في تمور يا تمور انبوبه يا تمور بوتجاز احنا للاسف عندنا تمور حمام ما كنت
أمناء اسم منشية نصر بالتحديد هتلاقيش وناس موجودة الناس دخلت شقق إحنا أولى بيها إحنا عديد المجال النهاردة عشان يسيبونا نعيش محترمين في حالنا مش عايزين أي حاجة من الدولة غير يعملوا مدخل للدويلة أو مخرج للدويلة بدل ما يعملوا نفسهم هم ساكنيننا في الدويلة لو قامت زي الصخرة اللي فشلت فيها مصر حكومة وجيش وشعب إنه يطلعها القتلة اللي تحتها بلد الوقت الناس اتركبت تحت الصخرة وحضر بغداد باع الشقق في المشاكل وبقول لك على مسؤوليتها على ناحية يابطة اسمها مالكش دعوة الصخرة وقعت على الناس وما طلعوهاش لغاية دلوقتي وفي ناس مالهاش دعوة خدت شقق هنا ناس مالهاش علاقة لا بالدويقة ولا بمنشفة صح قول الناس دي احنا عايشين في الزبالة سيبونا في الزبالة واستعملوا لنا مدخل آمن ومخرج آمن وسيبوا الناس عايشة زي ما هي اللي قاعد في كشك هيطوروا اللي قاعد في أوضة هيطورها وهيخليها نظيفة وتجيب بالدولة اللي انتوا عايزينها تبقى حضرية بس سيبونا في حل مش النهاردة الحي جاي يشيل بتاع النظافة ده بياخدوا فلوس النظافة احنا عايشين جوه كوم زبالة ولا خدمات اجتماعية ولا صحية ولا أي حاجة المستشفيات المجانية اللي موجودة بنخشها شاش على حسابك اسبرين على حسابك عشان هو راجل سماعه كده منظر مفيش اي حاجه بتتعمل مع اي حد من الدول سيبوا الدويقه في حالها اعملوا لها مداخل ومخارج وبعد كده الناس هتعمل لنفسها كل حاجه الحكومه مش هتعمل لنا حاجه ولا الحكومه اللي مشي ولا الحكومه اللي هتيجي ليه قصدي مش من السابق احنا اولى بيها
بما انه عنوان المحاضرة الفصل والحدود والامن، والحقيقة انه وعي شخصي من وانا طالبة من 7 سنين كان انشغلني قوي فكرة الاسوار اللي موجودة في المدينة اللي انا عايشة فيها او في القاهرة بمعنى اصح، وسور مجرى العيون او الاسوار اللي بتغطي المقابر، سور مجرى العيون السور الاثري او سور الاسوار اللي بتغطي المقابر في صلاح سالم عشان ما نشوفهاش، او الاسوار اللي بتغطي الحاجات اللي عايزين نداريها اللي هي الحقيقة بتتعامل بقرارات سياسية من ضمن اللعبة السياسية اللي بتتلعب للفصل بين المجتمعات والمستويات المختلفة والطبقات المختلفة. الحقيقة ان ولعي ابتدى من النقطة دي، فكرة الاسوار وانه ليه في بوردرز وان احنا ليه بنلجأ لها وليه بنبنيها حتى لو كانت عبارة عن مجموعة اشجار زي ما بيحصل في المدن الجديدة. والحقيقة انه الفيلم ده جزء من معرض، الفيلم ده جزء من فيلم 25 دقيقة، الفيلم بينتهي بان انا بروح اكتوبر بشوف الناس اللي عايشين في اكتوبر اللي خدوا شقق هناك. واظن ان دي ارجمنت مش محتاجين نتكلم فيها، انه الناس من حقهم انهم ما يتنقلوش من مكانهم لان ده اجرام منا في حقهم. لو احنا بنتكلم على انه في شخصين او جهتين مسؤولين، وهتكلم عن انه الحكومة المسؤول الاول، فالحقيقة ان انا بحمل كل المعماريين والمخططين المسؤولية التانية، لانه في الحقيقة كلنا مسؤولين عن الافكار اللي بتطرح، ما فيش حد فينا مش مسؤول. وانه الثورة جات عشان توصل صوت الناس وتطلب بالعدالة الاجتماعية، ومش بس بالعدالة الاجتماعية، بتطلب بالعدالة والمساواة، لان الاثنين مش مفصولين عن بعض، وما اقدرش افصل الاثنين عن بعض. واللي حصل في الطريق الدائري انه الطريق الدائري اتبنى والناس بتعدي عشان يروحوا بيتهم بينزلوا او بيطلعوا سلم، وعشان الحكومة تشيل الزبالة بيشيلوا الزبالة يرموها للحكومة على الدائري علشان يجبروا الحكومة تقدم لهم الخدمات. والحقيقة ان انا مش بتكلم، انا بوصل صوت، انا بحاول اوصل صوت الاهالي، ومش هقدر ادعي ان انا بعمل ده للاخر، لانه انا مش هقدر اتكلم عنهم انهم المهمشين، لانهم مهمشين وممكنين في نفس الوقت. والحقيقة ان هم لاقيين كل الادوات اللي يحاربوا بيها واللي يخوضوا بيها معركتهم، هم مش محتاجيننا في حاجة. واظن اللي منكم تابع اخر 3 اسابيع اهالي الدويقة اللي انتوا لسه شايفينهم بيتكلموا مكملين صراعهم وبيعملوا وقفات عند المحافظة وبياخدوا الشقق وبيعملوا الليجاليزيشن فورم اللي احنا بندعي ان هو ده المشكلة، والحقيقة ان مش هي دي المشكلة. اهالي رملة بولاق الاسبوع اللي فات عاملين مسيرة من منطقتهم لغاية مبنى مسبيرو وعملوا ضجة فوق أحداث الخصوص، والحقيقة أن هم مش محتاجين حد فينا لأنهم عارفين طريقهم وعارفين يعملوا إيه، لأنه خلاص عارفين يوصلوا صوتهم للناس. وإن كانت الوشوش ما تغيرتش في الحكم المصري ما بين مبارك والعسكر ومرسي، أو هنسميها أي أسامي أي حد عايز يسميها، والسياسات الحكومية مش بتتغير في الإسكان، الحقيقة أنه الناس عارفة دوت أكتر منا، وأن إحنا لما بنتكلم عن أنه الناس مش عارفة أو أن الناس محتاجة تزيد وعيها، لا إحنا غلطانين، إحنا اللي مش فاهمين، إحنا اللي ما بنسمعهمش، وإحنا اللي مسؤولين عن دوت مش هم. هم مكملين في صراحهم وخايدينه وعندهم أدواتهم، ويعني مش مستنين المعماري اللي هيشخبط على الشفافة عشان يعني بس يبقى الموضوع واضح. يعني الحقيقة انه الحكومات والسياسات الاسكانية في مصر بتخدم طبقة بعينها، ما اقدرش انكر بتخدم طبقة بعينها، بس الحقيقة ان احنا كمان كمعماريين، انا ما بقتش معمارية، بس الحقيقة ان المعماريين والمخططين مسؤولين عن دوت، والحقيقة ان المعماريين والمخططين بيوافقوا على السياسات بتاعت الدولة وما بيتكلموش عليها ومش بيفضحوا الناس. ومؤخرا مشروع رملة بولاق بتاع التطوير ما اتنشرش غير في جريدة الحرية والعدالة اللي هي جريدة الحزب الحاكم، ودي مشكلة. وعشان نوصل للماستر بلان اللي الحكومة حطته واللي اتمضى وتوقع الاسبوع اللي فات ما بين رئاسة الوزراء وبين محافظ القاهرة وبين صندوق تطوير العشوائيات اللي بيدعي ان هو واخد رأي الناس، الحقيقة ان الاهالي ما يعرفوش اي حاجة، والاهالي عملوا المسيرة علشان انهم عرفوا بالقرار اللي اتمضى وعرفنا عنه من صحفية من جريدة الحرية والعدالة. فانه المعماريين والمخططين بقى يعملوا دورهم، يقولوا لي مين اللي عمل الديزاين الجميل اللي فيه شجر واللي بيخدم طبقه بعينها واللي باصص على النيل والاراضي اللي هتتباع ب 600 مليون جنيه، وده الارقام اللي بقولها دي الارقام اللي معلن عنها في الجرايد، انا ما اعرفش العقد متوقع بكام.
والبلد اللي بندعي كمان الحكومة بتقول لنا ان البلد بتوقع، البلد مش بتوقع. الشهرين اللي فاتوا في كم عقد متوقع في مشاريع مختلفة من المعادي الرملة بولاق لمثلث ماسبيرو، الارقام كل يوم بتكتب بالجرايد بالعربي والانجليزي. وحقيقة ان احنا لو تابعنا هنشوف الفلو بتاع الفلوس اللي عمال يحصل، والفلو بتاع الايكونومي، والفلوس اللي داخل البنك المركزي، ودي حاجة اظن مش المفروض حد يبقى قادر يضحك علينا اني مور في دوت. انا عندي كلام كتير بس مش هقول كل اللي هقوله، مش يعني هسيب المناقشات هي اللي تقول. بس الحقيقة انه اهالي رملة بولاق وغيرهم بينادوا بشعار وحيد، مفيش في وسعي كهدعي ان انا ناشطة عمرانية، ما بتكلمش باي صفة تانية، امنية خليل الناشطة العمرانية بتقول لكم انه الناس هتف وهتاف هو ده الوحيد اللي هيبقى، انه الارض ارضنا عن ابونا وجدنا لاولادنا بعدنا، وبكره انه بكره وبعده الارض هتفضل لاولادنا. هم كانوا بيهتفوا الهتاف ده ومحدش فينا اختاره، ان الارض ارضنا عن ابونا وجدنا وبكره وبعده لاولادنا عندنا، وانها مش هتتباع الا على دمهم والا على جثثهم زي ما انتم شايفين الناس بتتكلم في الفيلم. شكرا لكم.